بمناسبة مسلسل الحشاشين المعروض في موسم رمضان حاليا واللي سبب حالة من الجدل وخلى الناس تدور وتبحث عن أصل فرقة أو جماعة الحشاشين في العصر الفاطمي، تبين إنها كانت أحد أسباب انهيار الدول الإسلامية بسبب الانقسام والفتنة والتخريب واستباحة الدم اللي كان من صميم سياستها. يا ترى إزاي فكرة طائفة الحشاشين فضلت موجودة لكن بشكل مختلف في مصر؟ وإزاي قوى الشياطين اتحالفت على مصر في 2023؟ وإيه علاقتهم بالدولار والتخريب والفوضى وبالحشاشين الجدد؟ خليكم معانا للآخر. بانكير نبض البنوك. حسب دروس التاريخ لكل زمن أدواته في استهداف الشعوب وتخريب البلاد، يعني زمان علشان تدمر بلد كان لازم تغزوها أو تبث فيها الفتن والانقسامات في الداخل زي ما حصل كده أيام حملات التتار والمغول على البلاد. لكن دلوقتي الأساليب اتطورت بشكل أساسي، كفاية أنك تسيطر على السوشيال ميديا أو منصات التواصل والتطبيقات علشان تخلق حالة من الاضطراب والفتنة والتحريض والانقسام ما بين الناس، وكفاية تعمل سوق سودا وتسيطر على العملة عشان تخرب الاقتصاد، وكفاية انك تحتكر السلع وتحجبها علشان ترفع أسعارها. بمعنى لكل عصر حشاشيته اللي عاوزين يخربوا البلاد لكن بشكل مختلف زي ما قلنا، وضربنا أمثلة كتير عن الطائفة الجديدة اللي حاولت توقع مصر في الشهور والسنين القليلة اللي عدت. فكرة الحشاشين تبنتها فصيلة سياسية بعينها لما فشلت في الحكم وتحولت لأداة الانتقام من الشعب كله، وكانت سبيلها لده هو بس الإشاعات والأكاذيب وقلب الحقائق وفبركة الأخبار، وده شفناه من بعد سنة 2013 من كم المؤامرات اللي حصلت في البلد والإرهاب والاغتيال المادي والمعنوي، وخد شكل مختلف في الشهور الأخيرة مع ظهور الأزمة الاقتصادية. فقررت جماعة الحشاشين لم الدولار من السوق والتخطيط لإسقاط البلد عن طريق تكفيف منابع النقد الأجنبي للوصول لإفلاس البنوك وسقوط الاقتصاد وانهيار المؤسسات، وده اللي كنا بنسمعه في منصاتهم الإلكترونية والإعلامية ليل نهار، لكن مخططهم فشل. حاولت جماعة الحشاشين من أهل الشر بالتعاون مع جهات وأطراف خارجية التآمر على الدولة المصرية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة. عملوا زي ما قلنا قبل كده تحالف الشياطين في الداخل والخارج، وشفنا قد إيه كانت الحملات الشرسة على الدولة المصرية وعلى الحكومة وعلى القيادة السياسية وصلت لذروة بعد الأحداث السياسية في المنطقة حوالينا. ممارسة جماعة الحشاشين في عصرنا وتحديدا في 2023 صور كتير من الابتزاز السياسي والاقتصادي على الدولة المصرية، لكن ما قدرتش توصل اللي هي عايزاه وهو إسقاط الدولة أو خلق حالة فوضى ما بين الناس. أنا أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.